أصل كلمة بلطجي هي كلمة تركية معناها اللي بيستخدم البلطة، وده سلاح لتخويف الناس للحصول منهم على ما ليس من حقه. فالحصول على المنافع تحت تهديد السلاح اسمه بلطجة. تتخيل إن ده التعريف العلمي للابتزاز العاطفي؟ إن إنسان يستخدم تهديد عاطفي للحصول على منافع مش من حقه من ناس بتحبه أو محتاجة ليه. شفنا البلطجة العاطفية دي من ابن أو بنت للأب والأم، نظرات قاسية اعتماداً على ضعفهم وحبهم ليه عشان يرغمهم يسامحوه في غلطة محتاجة وقفة تربوية، أو ياخد منهم فلوس أكتر من الطبيعي، أو البنت يسمحوا لها بصلاحيات أكتر من المتعارف عليها أنها تتأخر مثلاً برة في خروجة من الخروجات. شفنا بلطجة عاطفية من شاب في الشلة كده أنه بيهزق واحد وبيهدده بالطرد والنبذ من الشلة لأنه بيخالفه في وجهة النظر، وده بيحسسه بالإحراج فيجمع عليه الشباب يطردوه فيخاف الشخص ده أنه يتكلم. شفنا بلطجة عاطفية من زوج بيلوح بالتخلي والانفصال وشراب العيال وضيعوا في الدنيا من غيري عشان الست ما تناقشوش في وجهات نظره اللي هي غلط، وهو عارف أن هي أوقفت حياتها عليه وعلى العيال وملهاش حد تاني. وشفنا زوجة بتتبلطج عاطفياً بسلاح النكد والقدرة الطويلة على الجفا والخصام عشان ترغم جوزها على نوع عربية معين هيزنقه مادياً. سبحان الله، زي ما الفلاسفة بيقولوا على البلطجة العاطفية الابتزاز العاطفي، إذا لم تقدم لي ما أريد فأنت المسؤول عن انهياري. كلها تهديدات للحصول على أشياء مش حق، استغلالاً لمشاعر اللي قدامي، حبه ليا أو احتياجه ليا. ويجي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق. معنى كلمة جعظري يعني المتكبر الجافي في الموعظة اللي بيتبلطج بالكلام، والجواظ الغليظ المختال في مشيته. وسبحان الله، اللي بيهدد بقطع العلاقة ده أو التخلي عن الست أو يستخدم سلاح الأمص سواء ست ولا راجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ما تدوش بعضكم ظهر بعض كده جفا، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. الإشكالية الكبرى في الابتزاز العاطفي أنه بيقضي على العلاقات. من كتر التهديد بالتخلي انت بتعلمني استغنى عنك وابدا خلاص اتوقع اعيش من غيرك. من كتر الامص والنكد عشان ينفذ اللي في بالي تقوى عند صاحبي عضله الخصام ويتعود هو كمان بالاسبوع ما يكلمنيش. وعلماء النفس قسموا الابتزاز العاطفي لثلاث انواع اختصروها في كلمه فج: فير وابليجيشن وجيلت. انك تستخدم الفير استخدام التخويف، انك انت تحصل على اللي قدامك حاجه مش من حقك، انك تخوفه انك انت هتسيبه او مش هتكلمه او مش هتدعمه، او الاوبليجيشن انك تقنع اللي قدامك بالتزام معين هو مش مطلوب منه مش فرض عليه وتلومه انه مش بيعمله. فج اف او جي، والجي الاخيره الجلت، انك انت تشعر اللي قدامك بالذنب انه ما تصرفش تصرف معين اصلا مش من حقك انك تطلب منه التصرف ده، مش من حقك تطلب منه التنازل ده، مش من حقك تحمله فوق طاقته ولما ما يقدرش تحسسه بالجلد بالذنب. اف او جي، انك انت تخوفه او تحسسه بالتزام مش من حقك عليه، او انك انت تحسسه بالذنب. دول الثلاث انواع للابتزاز العاطفي، البلطجة العاطفية. ربنا بيحب الناس الطيبة ويحب الناس الرحمة ويحب الناس اللي ما تستغلش المشاعر، ويحب الناس اللي لو انت ملكت قلبك يرحمك مش يقسى عليك. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا الإنصاف، ولا تجعلنا سببا في حزن من وثق فينا أو اعتمد علينا.